من أجل الارتقاء بالواقع التعليمي في البلاد، سعت العتبة العباسية المطهرة إلى إنشاء مجمعات ثقافية تعليمية بمواقع مختلفة في محافظة كربلاء المقدسة، أشرف على تنفيذها قسم المشاريع الهندسية فيها، إذ أنها تشهد أعمالاً متواصلة وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة وروعي في تصميمها أدق التفاصيل الفنية والهندسية. تقوم الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة قسم المشاريع الهندسية بإنجاز مشروع مركز ثقافي خدمات العتبة المقدسة المجمع الأول والثالث. طبعا المجمع يحتوي 5 مدارس وروضات عدد 2 و4 قاعات رياضية مغلقة وبناية المركز الثقافي. المجمع الثاني عبارة عن مرحلتين الموقع، مساحة الموقع 4 دونم، يتكون من 3 مدارس وروضة وقاعتين. المدرسة الواحدة مساحتها 2000 متر. مجمعات تعليمية تنفذها شركات مختصة تعمل وفق التصاميم الهندسية التي وضعها قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة المقدسة، والتي ستحدث طفرة نوعية من حيث تصميم المنشأ العمراني للمدارس في المحافظة، إذ تتألف من عدة مدارس وروضات وقاعات رياضية، فضلاً عن مركز ثقافي جهزت بأحدث أنواع المنظومات ذات المناشئ العالمية. احنا بمشروع مركز ثقافي وخدمات تابع للعتبة العباسية المقدسة بكافة المجمعات التابعة لهذا المشروع نفذ بعض المنظومات الميكانيكية الضرورية لهكذا مشاريع، مثل منظومة التبريد ومنظومة التهوية ومنظومة إطفاء الحريق، إضافة إلى منظومة الماء ومنظومات أخرى. شركة مجموعة بلداوي اللي هي المنفذة للعمل مشروع المدارس العميد اللي تم إعداد تصاميمها من قبل العتبة العباسية المقدسة، والآن احنا في مراحل متقدمة في العمل، حيث وصلت المراحل العمل من 65 إلى 70، أعمال فينيشنج من بياض وصبغ شبابيك وتطبيق أرضيات مرمار، كل أعمال الفينيشنج احنا الآن في طور الاستمرار بها ومراحل متقدمة. تقوم شركة صرفند المقاولات والتجارة العامة بتنفيذ مشروع مركز ثقافي وخدمات العتبة العباسية المقدسة. المشروع يتكون كما ذكر الأخوان من 3 مدارس وروضة وقاعة رياضية. نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى اللي هي المدرستين تقريبا 65%، نسبة الإنجاز المرحلة الثانية اللي هي مدرسة وروضة وقاعتين رياضية هي تقريبا 45%. احنا استلمنا التصاميم من العتبة العباسية المقدسة من قسم المشاريع في العتبة العباسية المقدسة. قسم المشاريع الهندسية واحد من الأقسام المهمة في العتبة العباسية المقدسة، لما يقع على عاتقه من مهام كونه يشرف وينفذ المشاريع العمرانية فيها، لا سيما المجمعات الثقافية التي ستحدث نقلة نوعية بالواقع التعليمي في البلاد.